على ارتفاع 2500 متر في سفوح جبال الهيمالايا، تتربع مدينة ليجيانغ التاريخية الواقعة في مقاطعة يونان جنوبية غربية الصين لتجذب إليها عشاق الطبيعة والتصوير. تحافظ ليجيانغ برونقها وبهائها وتتميز بمذاق ثقافي خاص بها، فتاريخ المدينة يمتد إلى 800 عام، فهي تبهر الزائر بهندستها المعمارية وتاريخها العريق وجمالها الطبيعي الخلاب. تقدم ليجيانغ المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، عروضها مثيرة تجسد تاريخها وثقافتها الطويلة الممتدة لعصور من الزمن.
هذه رقصات وأهاجيج تشبه أهاجيج وثقافات الشعوب الأمازيغية العربية. نتقاسم مع الشعب الصيني هزيج مثل الأهاجيج والرقصات الشعبية العربية والأمازيغية. تجمعنا بين الشعبين الصيني والعربي. Thank you.
وقت تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.